أول محطة بمجلتنا الاجتماعية بلوك نوتس اليوم بتعرفنا على كتاب جديد بعنوان أنا هي أنت، عنوان مميز لكاتبة مميزة، هي اسمها جوال مغامس. أهلا وسهلا فيكي جوال. جوال، غير أنه هالكتاب مميز، المميز أكثر هو أنه حضرتك منك كاتبة. لا، منك حضرتك كاتبة. تلميذة جامعة عم تدرسي فارماسي رابع السنة بالجامعة اللبنانية، وهالكتاب هو نتيجة شغف كان عندك، شغف للكتاب والشعر. خبرينا وين بلش هالشغف جوال؟ هذا الشغف بلش من 8 سنين، كنت بصف التروازيام، كتبت فيه اول شعر اللي هو الخائنه. نعم. مع انه انا ماني معنيه فيه شخصيا، حسيت باحساس انه بدي اكتب شيء فيه هلا حديث بده يتناثر على الورقه، وبلش اول شعر هو الخائنه، ومن بعده بلشت كل ما احس بانه بدي اكتب احساس هيك فريد من نوعه بالخيال بالوحي، لو شو ما كنت عم بعمل، حتى لو كنت عم بدرس، لو كنت مع رفقاتي، بوقف كل شيء ودغري دغري بكتب الوحي اللي بجيني. جوال، هالكتاب بضم مجموعة أشعار ونثر نتيجة شغف مثل ما قلنا من شوي، كان عندك من 8 سنين موجود. صح. طالما هالقد قوي هالشغف، ليش ما تابعتي بالفنون؟ وبعرف إنه عندك ميول لكل أنواع الفنون، الموسيقى، الرقص، وكمان كثير غيرها من الفنون. صح. أنا صراحة عندي باسيون لكل شيء، شغف كتير كتير قوي لكل شيء بالفن، ميوزيك، رقص، وخاصة الكتابة. هلا كنت كتير حابة احترف هذا الدومين، بس بتعرفي بمجتمعنا بفضلوا انه نحيد على القصص الدراسية، اختصاص مضمون أكثر، اختصاص مضمون أكثر، فوقفت بمفرق طرق، يا بدي أعمل دومين ارتستيك، يا بدي أروح أعمل دومين ميديكال أو فارماسيوتيك. نعم. فحبيت أعمل الاثنين. فهلا أنا بالجامعة اللبنانية بالحدث. نعم. عم بدرس فارماسي، واكيد بعد عم تابع دراستي، وبذات الوقت بستفيد. متمسكه بشغفك؟ اكيد متمسكه بشغفي. لذلك اصدار هذا اول كتاب. هذا اول كتاب. ليش قررتي تحولي هالهوايه، حتى ولو هالقد كان عندك حماس عليها، لشيء رسمي؟ فينا نقول اليوم، يعني اليوم فينا نقول انه الكتابه مهنتك، او رح تبقى هوايه لإلك؟ هلا الفكره ما كانت وارده انه انا اعمل كتاب، يعني كان في عندي طموحات بغير شيء، ما كان وارده انه اعمل كتاب، بس التقيت بشاعر بوجه له تحيه، جاد مزهر، وعملت معه ميتينج وشجعني انه كتاباتك حلوين، ليش ما بنعملهم كتاب؟ اخذت الفكره انا واشتغلت عليها بالصيفيه. يعني هو تاخذ باشعارك؟ تاخذ باشعاري، نصحك انه تقدميهم رسميا. ليه ما بقدمهم؟ ليه ما يعني بتكل على هذا الخيال وهذا الحب للكتابه والشغف، وبيصيروا كتاب العالم تقريه تنبسط فيه، وبلشت اشتغل. نعم. اشتغلت على الامر، يعني بالصيفيه كل وقت اشتغلت على الكتاب، اجتمعت مع دار النشر، عملنا لقاءات. هو بضم هالكتاب جوال مجموعه اشعار تراكمت عبر سنين، يعني نتيجه كتاباتك من هالسنين كلها، او كتبتي خصيصا لهالاصدار؟ هلا لا، انا ما كان وارد فكره انه اعمل كتاب، يعني هن دجا كانوا موجودين. نعم. وانا بس طلعت فكره الكتاب، جمعت كل الكتابات اللي كتبتها بس كنت صغيره، واللي كتبتها مؤخرا، وبلشت اشتغل عليها. هلا الفكره انه مثل ما مكتوب بالكتاب، انا هي انت. يعني المعنى بالامر، فيني يكون انا، فيها تكون هي، فيها تكون انت، او فيني كمان. يعني الكاتبه هي امراه مجهوله، حتى ولو امراه مجهوله. اوقات كثير ضمن الكتاب بتستعملي كلمه انا 100%، مش يعني بالضروره تكون هي انت 100%. يعني انا بس اوقات بقول انا، فيني اكون عم بحكي عن حالي. نعم. فيك تقول، فيها تكون هي عم بتلاقي حالها بالكتاب. والمواضيع اللي طرحتها هن مواضيع اجتماعيه، طرحتها اكيد يعني بتكل كثير على الخيال، يعني بحب القارئ بس بده يقرا يتخيل القصيده، مش يكون هيك يعني يتكل بس على يكون سوبرفيسيال، لا بده يفوت، بده يحس فيها تيفهم انا شو قصده. اوكي، سو طرحت يعني بتتكلي على خيالك بحبكه القصه اذا بدك، او بتلاوه الشعر، ولكن صح. المواضيع او القضايا اللي بتختاريها هي من واقع مجتمعنا، من واقع قضايا المجتمع. اساسيه من واقع المجتمع، بس بطريقه زخرفه، معاني مجازيه، موضوع اسلوب خفي، النثر والشعر. هلا اكيد من بعد كل نثر وشعر في توضيح، يعني بوضح فيه الفكره اللي انا بدي اقولها، المعاني اللي انا بشوفها نسبه إلي. هذا عاده ما بنشوفه، ما بنشوفه 100% بكتب الشعر. بس انا جوال. حبيت، ليش حبيت انت تقدمي هالشرح اذا بدك، او توضيح 100%؟ لانه صراحه هلا
كمية العالم اللي بيقروا كتير قل، وخاصة الشعر، يعني بطلوا كتير يتحمسوا إنه يقروا، بفضلوا مثلا الإنترنت، بفضلوا مثلا شيء تاني. سو حبيت أنا أدعم هيدا القارئ، إن كان رفقات عالم أكبر مني أصغر مني، إنه ما فهمت هيدا البارتي اللي أنا مثلا بشوفه من وجهة نظري، رح فسر لك شو هو، لتقدر تيكون في علاقة أقرب. حبيبي يمكن هالجيل الجديد أكثر هالجيل الجديد إنه يتحمس. يعني هون الجمهور المستهدف أو التارجت أودينس اللي كان جيلك؟ كل الأجيال، جيلي، حتى الأصغر اللي ممكن يلاقي صعوبة إنه مثلا شو معقول تفهم، بس يقرأ هالتوضيح ويفهم. هو مش بس توضيح، هو كمان بطرح صورة عن المجتمع. يعني مثلا بكل كتابات بطرح صورة عن المجتمع، بس احكي عن الضحية مثلا اكزامبل، بقول انه عن الرجل كيف ما عم بيحترم المرأة، وكمان بحكي عن الخائنة. يعني انا حبيت تكون ايجاليتي، يعني ما مش يكون في حيد لمحل. بكل قضية او بكل موضوع بتختاريه جوال، بيظهر رأيك بالموضوع، رأيك الشخصي؟ اذا ما كان بطريقة مباشرة بيظهر بطريقة غير مباشرة. ايه بيظهر رأيي للموضوع. ليش ما اخترتي انه تكوني حيادية او بس تنقلي الواقع على ورقة بيضاء؟ انا نقلت الواقع مثل ما هو، يعني ما زدت ولا نقصت الواقع. يعني نقلت الواقع واعطيتي رأيك فيه. واعطيت رأيي فيه، يعني رأيي على جنب، بس انا نقلته مثل ما هو واعطيت رأيي، اذا مش مباشرة بطريقة غير مباشرة. حبيت انقله مثل ما هو، يعني لا بالزيد ولا بالنقص، اكيد من وجهة نظري، بركي غيري بشوفه من غير منظار. بس بتقولي انه الكتابه عندك ان كان الشعر او النثر مزاج او احساس، ما في وقت معين للكتابه؟ لا ابدا، ما في وقت معين. ما في نقول، ما فينا اقرر مثلا انا هلا بدي اكتب، لانه انا مش عم بدرس، هو مش درس، يعني انه بارتي مثلا عندك اياها فحص، ما فينا اقرر انا اجي هلا اكتب. مثلا بركي يكون عم بدرس، بركي يكون عم بعمل حياه لشيء، حس انه بدي اكتب، هو احساس مش دائما بيجي، هالواحد مش دائما بيجي، فبستفيد منه، بوقف كل شيء لانه بحس هلا الشعر القافيه عم تجي، النغمه عم تجي، سو دغري بكتبها على ورقه وقلم. الكتابه لإلك شو بتجسد؟ يعني هل هي وسيله للتعبير؟ هل هي فشه خلق؟ 100% وسيله للتعبير، فشه خلق، ان كان موضوع بخصني، موضوع بشوفه عم بيتكرر مثلا مع رفقاتي او عم بيتكرر بالمجتمع، بتخزن جواتي مثلا دون لانكونسيان، بس ما بتعرفي امتين، بس يدق الالارم، هو الكتابه بس تدق بلش اكتب. هو ديجا بيكون مخزن، بس يجي الاحساس بتبلش الكتابه. هل في شيء بيجمع بين اختصاصك وشغفك للكتابه؟ هلا معظم الناس لما بيسمعوا بيشوفون انه ما بيشبهوا بعض ابدا. ابدا، اختصاصي شيء، يعني انا واقفه بالنص بين بين الواقع اللي هو بيفرض علي الفارماسي، الدرس، اللي كون بالجامعه، وبين الخيال اللي هو عالم اللي انا بحبه، الميوزيك، الدانس، الكتاب، اللي بلاقي حالي فيه، اثنيناتهم بلاقي حالي فيهم. هلا شو اللي بيجمع؟ بركي اذا بدك، الضغط اللي بنعيشه، الستريس اللي بنعيشه بالجامعه، اوكي، بيعملوا الستيمولاسيون، فتفش خلقي بروح بكتب. ايه بستفيد منه، ايه كمان كثير اوقات كان دافع، او مصدر وحي لك للكتابه كمان، انه الستريس والضغط سو بيعمل لي بوش انه بلش اكتب، فش خلقي. قلتي لنا انه عندك ميول لكل انواع الفنون، وذكرت الموسيقى والرقص، معقول تخوضي هالتجارب مثل ما جربتي بالكتابه؟ هلا معقول كثير، nothing is impossible، يعني اكيد كل شيء بده شغل. يعني انا فكره بطرحها، بس الفكره اذا ما اشتغلت عليها ما راح اوصل لمحل. في كثير افكار بدي اجرب اشتغل عليهم. هلا ما تنسى انه انا كمان بالفارماسي بالجامعه اللبنانيه، اختصاص صعب، يعني كمان بيتطلب مني وقت. يعني هذا كان سؤال التالي، وين بتلاقي الوقت؟ يعني درس متواصل لإلك؟ درس متواصل، يعني بتصور اكثر شيء لازم تبتعدي عنه هو الورقه والقلم او الكتابه؟ 100%، بس لانه شيء كثير بحبه، ما بدي اروح دعان، انه هيدي موهبه ليش بدي ادفنا بالحياه؟ انه هذا شيء حلو الله بيعطينا اياه تنميه، فانه حرام ندفنه، فبدلني اخلق وقت، يعني بكون عم بدرس ساعه من هون ساعه من هونيك، يعني الانسان اللي بحب شغله بيخلق له وقت لو شو ما كان. نعم. جوال، شاركتي بمعرض الكتاب العربي بالبيال وشفنا صور قبل شوي على الشاشه، كيف كانت هالتجربه لك؟ صبيه بعدها باول عمرها، اختصاصا منه الكتابه، موجوده أبداً باهم معرض للكتاب يمكن بالمنطقه العربيه كلها. صح، صراحه كان كثير حلو، انا كنت كثير ساتيسفات، يعني لاول مره بطلع وكان اول كتاب الي، اكيد انه بده يكون في خوف، شو بدها تكون رده فعل العالم. انا ما عندي مشكله ضد الانتقادات، بالاخر بدي اتطور، بعد عمري 21 انه بدي استفيد من كل شيء انتقادات، بوزيتيف ونيجاتيف، تبقى احسن. سو
وكمان بوجه تحية لدار النشر اللي كتير دعمنا، ومسيو غسان الخالدي اجتمعنا أنا وياه وهو نزلني على معرض البيال، ونزلوا أصحابي وأهلي، وكان شيء كتير حلو. كان حلو، انبسطت فيه يعني. نحن بنقول لك مبروك، خليني أجرب هالمرة إذا بيزبط عنوان الكتاب معي. أنا هي أنتي موجود بمعرض البيال حاليا، من بعدها رح تتفقي مع دار النشر. شكرا لك جوال مغامس، نتمنى لك كل التوفيق باي مجال بتختاري. اهلا وسهلا فيكي. وقفي مشاهدينا وحلقتنا بتكمل.